أنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. أسأل الله العظيم أن يبارك في عمرك يا مصطفى. وياك يا أختي، الله يحفظك. أول سؤال يا مصطفى، ما معنى تزكية النفس وكيف نزكي أنفسنا؟ والسؤال الثاني، كيف يتغلب الإنسان على السرحان الكثير والتوهان؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام وبركاته. أما عن تزكية النفس فالمراد بها تطهيرها من الذنوب وتنقيتها من الآثام، وكذا تنقيتها من الشركيات والبدع والخرافات. ويتأتى ذلك أولا بسؤال الله ذلك، أن نسأل الله أن يزكي لنا أنفسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. ثم بامتثال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار من الذنوب والخطايا ورد المظالم إلى أهلها، ثم استماع المواعظ، استماع المواعظ يرقق القلوب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين الله يجزاك خير. اسأل. السؤال الأول، حكم خروج الزوجة من بيت أبيها من دون إذن زوجها وزوجها مسافر، وقال لها لا تخرجي إلا بإذن. السؤال الأول الله يجزاك خير. يعني أولا هي في بيت يعني أبيها، هي هو مسافر في دولة في برا يعني، وهي جالسة في بيت أبيها. هي معقود عليها أو ليس بمعقود أو مدخول بها؟ زوجها معقود عليها ومع أولاد مدخول بها. طيب، هل دعت إلى خروجها ضرورة أم لا؟ إذا دعت إلى خروجها ضرورة استأذنت أباها وخرجت إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وإلا فتمتثل أمر زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله. السلام عليكم. يسأل عن سبب التوهان والسرحان. تعوذ بالله من ذلك، وتعوذ بالله من الهم والحزن، فالهم والحزن من أسباب النسيان، وكذا كثرة الانشغالات، فاستعن بالله ولا تعجز. السلام عليكم. الله. نعم. تبغى ترجع على قناة الرحمة؟ نعم. نعم، أنت على قناة الرحمة، تفضل. السلام عليكم. جمعة في البيت. نعم. يجوز لها صلاة الجمعة في البيت، هو يعني من طريق شيخ يعني؟ من طريق شيخ ازاي يعني؟ مش فاهم. اللي أنا أسمع الخطبة يعني من طريق الشيخ. لا، إذا صليت في بيتك وأردت أن تخطب بأهلك جاز لك ذلك، أما تأتم بإمام بعيد على النت أو على الهاتف لا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال. سلي. كنت احنا دلوقتي لو احنا بنصلي الجمعة، لو احنا مثلا امتنعنا يعني ان احنا نصلي الجمعة في المسجد، هل لو زوجي مثلا شغال في لو شغال مثلا يشتغل وقت الجمعة دوت بدل ما فيش صلاة جمعة، ولا برضك يقعد لغاية يوقر وقت الجمعة؟ هو له فسحة في العمل، لكن اختاروا له أن يوقر وقت الجمعة وأن يصليها إما ظهرا وإما جمعة، لكن يوقر وقتها. نعم، لأن الله الفسحة، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهنا لا نداء لها، الأمر لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، ابني الكبير عنده 13 سنة حافظ 20 جزء، وابني الثاني الأصغر منه عنده 12 سنة حافظ 25 جزء، مين أولى بيهم إن هو يأمني في الصلاة؟ لأن طبعا إحنا دلوقتي بنصلي في البيت، مع العلم إن أنا بفضل الله أنا أحمل القرآن كامل، فأنا بقول أصلي بيهم، باباهم بيقول لي لا يجوز. طبعا برضو مع العلم إن ابني اللي عنده 12 سنة ده متقن حفظا عن اللي عنده 13 سنة. على كل، أما أنت لا تصلي بالرجال ولو كانوا أبنائك، أما أيهما يقدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت حضرتك، كان عندي سؤالين. سل. الأول، ما حكم وصل الصيام لغير متزوج؟ الثاني، ما حكم الأجور اللي بياخدها لاعب كرة القدم؟ وصل الصيام، كيف تصل الصيام؟ يعني صيام يومين ورا بعض، بس بفطر يعني بكل يوم يعني. يعني هل النبي عليه السلام نهى عن الوصال؟ قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني تواصل إلى السحر. فاختاروا لك عدم الوصال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس يا شيخ. نعم. سؤال بس مثلا في الطلاق. نعم. سؤال في الطلاق. سؤال في الطلاق. ايوه. اسأل. اختي كان جوزها حلف عليها 3 من الطلاق. اختك حلف عليها زوجها 3 ايمان طلاق وبعد. ايوه. لك بالثلاثة. نعم. بعد فترة بين شهرين. لا، ركز معي، ركز معي. مركز والله. اختك حلف عليها زوجها 3 ايمان طلاق. هي 3 ايمان الطلاق. هل قال انت طالق في كل مرة ولا ما الصفة؟ اول مرة قال انت طالق بالثلاثة. انت طالق بالثلاثة. ايوه، وثاني مرة قال انت طالق. كان بينهم رجعة؟ ايوه ورجعت. اه، وثاني مرة قال لها انت طالق، وثالث مرة. ثالث مرة قال لها انت طالق برضه ورجعت. ما رجعتش المرة دي، الثالثة دايما قاعدة. لا خلاص كده، تحرم عليه إذا كان في عقله وطلق 3 تطليقات، بين كل تطليقة وتطليقة مراجعة، فلا تحل له هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره، إلا إذا سمعنا قوله وكان له قول آخر. يسأل عن مرتب لاعبي كرة القدم، جائز وغيره أفضل، والله أعلم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. سؤالين عم الشيخ مصطفى الله يبارك فيك. اسال. بالنسبه لاخر ايتين من سوره البقره وايه الكرسي، هل هما من اذكار الصباح والمساء؟ اخر ايتين من سوره البقره الوارد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن سائر القراءة في الصلوات أي أجزأتاه. وقد سئل بعض رواة الحديث عن أقل ما يجزئ من القرآن فأورد الحديث: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقيل كفتاه من شرور الشياطين ومن كل الشرور. فعلى هذا، أعني على هذا الوجه الأخير، تكون من أذكار المساء. آية الكرسي ليست من أذكار الصباح والمساء، إنما إذا قرأتها عند إذا أخذت فراشك جعل الله عليك حافظا حتى تصبح، فتقال عند النوم. والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة تقرأ في الليل والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضلي يا اختي. السؤال الأول، معنى حديث سيأتي عن الناس زمان القبض فيها على الدين وكالقبض على الجمر، هل معناه أن مستحيل الإنسان يتدين في هذا الزمان؟ ليس المستحيل، ما لأتين على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني الأمر شديد، أمر الثبات شديد، ولا يتحمله إلا الصابرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياك منهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، أم منعت ابنها من الميراث من أبيه المتوفي منذ 9 سنوات، وقالت إن هذه الشقة للبنات لما يغضبوا، والذهب للبنات، مع العلم إن الابن يعاني من الإيجار الجديد والعيال الكتير، فماذا تنصحني وما رأي الدين؟ أنت من أنت؟ أنت زوجة الابن؟ نعم. طيب والابن لماذا لا يتكلم؟ لماذا وكل زوجته تسأل؟ هو كل ما والدته بتتكلم يقولها حاضر يا أمي أنا مش عايز حاجة، فهل ده يعني هل أنت نصبت نفسك محامية عن زوجك؟ لا يا شيخ. يعني افترضي أنه سكن لرأي أمه وأراد أن لا يحرج أمه ولا أخواته، رضي بذلك؟ أنت كزوجة له لا تغري صدره تجاه أمه وأخواته، فدعيه يسأل. لكن عموما لا يجوز للأم أن تمنع ابنها من نصيبه في الميراث. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، كان عندي سؤالين لو سمحت. سل. السؤال الاولاني، كنت عايز اعرف من حضرتك حكم فوائد البنوك الاسلاميه، وان كان الازهر حلل الموضوع ده. السؤال الثاني، يعني انت لماذا تحرج نفسك وتحرجنا؟ لكن الحمد لله لا نحرج. لماذا تردف ذلك وان كان الازهر حلل؟ يعني هل تريد احداث مثلا مصادمه ولا ماذا؟ لان احنا قدامنا رايين يا شيخنا، قدامنا رايين. طيب، فانا عايز الافضل والاصوب. الافضل والاصوب تبتعد تماما. جميل، من وجهه نظري يعني. طيب تمام. السؤال الثاني كنت عايز اعرف من حضرتك دلوقتي، انا جاني واحد قال لي ان هو اخذ قرض او اخذ فلوس من الناس عشان يعمل بها خير معين وصرف الفلوس دي، فايه العمل دلوقتي؟ هل هو خرج نفس الفلوس في ذمته ويستغفر الله لانه خان الامانه؟ تمام، بس لازم يطلع الفلوس اللي دفعها طبعا، دي اول حاجه. الله خدها. نعم تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى بارك الله في علمك وفي علمك، اتفضل.
بعد إذن حضرتك، بالنسبة للصلاة في البيوت ديت، وبالنسبة للطاعون للفيروس، هل أيام الصحابة لما ظهر الطاعون كانوا كيفية الصلاة بيصلوا إزاي؟ ما سمعنا تفصيلا في ذلك، يعني ما سمعنا تفصيلا في ذلك عن السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون عند الطاعون، ما علمنا أي تفاصيل في هذا الصدد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. بارك الله في عمرك وفي عمرك. لو سمحت يا شيخنا، بالنسبة لقراءة الرقية الشرعية على الماء، جائزة ولا غير جائزة؟ الرقية الشرعية جائزة بالضوابط، جائزة بضوابط. نعم نعم شيخنا. ايه ضوابطها يا شيخنا؟ ضوابطها ان تكون معلومة يقرها الشرع، ليست طلاسم ولا خرافات ولا شعوذات، وأن تتقى المحاذير. لا يخلون رجل بامرأة ويقول أنا أعالجها، النبي قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ولا يضع يده على جسم المرأة. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. هناك عدد من الضوابط في هذا الصدد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أريض علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيك يا شيخ وفيك. بارك الله. شيخنا نعلم ما لقيتم في الأيام الأخيرة، ولكن أولا أنا صيدلانية. أشهد الله يا شيخنا اللي بيحصل في العالم ده كله ما هو وباء وما هو طاعون. هو وباء بمعنى الانتشار، ولكن ليس بمعنى الخطورة، ولكنه ليس طاعون. عفوا عفوا، سؤالي يا شيخ، أنا أسألك سؤالا. تفضل. أنت أشهدت ربك على شيء، هل أنت من أهل التخصص؟ أنا صيدلانية وباحثة في الطب التكميلي. أنت صيدلانية، هل هناك فارق بين الصيدلاني والطبيب أم لا؟ في يا شيخ في فارق بين الصيدلاني والطبيب. ثم نعم أليس الأطباء لهم تخصصات؟ نعم. هل طبيب الأنف والأذن يستطيع أن يعالج السرطان مثلا؟ لا يا شيخ. إذن هي تخصصات. إذن هي تخصصات. فمعذرة، أنت تجرأت على الفتوى في هذا الصدد، وأنا في الحقيقة أخشى عليك، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل وأنا مثلك، النفس تدور فيها أشياء، لكن أنا لست من أهل الذكر في هذا الباب، باب الأوبئة والأمراض والأسقام وانتقالها، لكن أهل ذكر إن شاء الله في العلوم الشرعية. لكن كما أمرنا الله أن نسأل أهل الذكر، كل فن من الفنون، كل علم من العلوم له أهل ذكر فيه، هم الذين يقررون، والله سائلهم سبحانه وتعالى. فأرجو ألا تفحمي نفسك ولا تقف ما ليس لك به علم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، ما حكم المرأة التي تغضب ومن تأخذ الإذن، ولو خرجت من غير إذن أبيها عليها ذنب؟ السؤال الثاني، امرأة زوجها يمنحها من للخروج من لحفظ القرآن، هل يجوز أن تخرج من غير إذنه؟ السؤال الثالث، زوجي يعمل عمل، يسافر كل يوم، بيسافر كده كل يوم، والمغرب بتؤذن عليه، هو بيصلاش، بيجي يصلي في البيت مع بعد ما قبل العشاء،
ماذا يفعل؟ يصليها يوقف العربية ويصليها، ولا يصليها وقاعد، أو يستنى من يجي يصليها مش يخذ؟ جزاك الله خير. الله يبارك فيك. المرأة التي تغضب لا تخرج من البيت، تمكث في بيتها إلا إذا طردها زوجها. فإذا طردها زوجها من البيت وذهبت إلى أهلها فالإذن آنذاك من أهلها، لأن الزوج فقد آنذاك الحق بالإذن لكون طردها. أما الزوجة يمنعها زوجها من الخروج لحفظ القرآن، يسأل عن السبب، إن أبدى سببا وجيها له ذلك، وإلا فبحسب السبب الذي يظهره. الزوج يسافر يوميا، يؤذن للعشاء في الطريق مثلا، هل يوقف السيارة ويصلي أم يرجع إلى بيته ويصلي؟ على ما سمعت من الأخت حفظها الله، ما أتقنت السماع جيدا، له أن يصلي في الطريق قصرا وجمعا إن شاء، وله أن يؤخر الصلاة حتى يرجع إلى بيته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نعم. بقول لحضرتك عندي مبلغ من المال بلغ النفاق، بس انا المبلغ ده بحوشه عشان ببني بيه حتة ارضية البيت يعني، فهل هو عليه زكاة؟ اذا مر عليه عام بعد بلوغه النصاب وهو في حوزتك عليه زكاة، بلغ النصاب وهو في حوزتك عليه ومر عليه حول وجبت فيه الزكاة. السلام عليكم. ألو. نعم. أنا بقى أسأل سؤال. تفضلي سلي. أنا بقول لك جوزي حالف عليا 3 يمينات كل يمين في أجبناك أنك لا تحلي له. ما حلي إذا كان طلقك 3 تطليقات صريحات أنت طالق. بس متفرقات وبين كل مرة والأخرى مراجعة. إلا إذا هو تكلم بكلام آخر، فعلى كلامك أنت، أنت امرأة محرمة عليه، محرمة عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا ممكن أسأل؟ نعم. ماذا قلتي؟ وضحي السؤال. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل، كنت منفصلة بقالي 2 سنين. نعم عفوا، وضح السؤال. وإحنا جبت بنتين، البنت الأولى كان عندها 2 سنين ونص، والبنت الثانية كانت 2 شهر، فأنا انفصلت عن هذا. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. كان والدي خرج عن المعاش واشتغلنا قطعة أرض، يعني هو لسه عايش الحاج، لسه عايش يعني. نعم. واشتغلنا قطعة أرض، واللي بعد كده أنا ليا أنا وأخويا يعني لأولادنا وكده، هل عليها زكاة؟
ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. نعم. طب سؤال تاني يا عم شيخ معلش. اتفضل. تشغيل القرآن في المنزل يعني زي الراديو كده وانا مش مسند ليه يعني معظم الوقت يعني بعمل حاجة، هل ده يجوز يعني ولا؟ شيء طيب. شغل المسجل بالقرآن في المنزل هو منشغل ببعض أعماله، شيء طيب وسبب في نزول السكينة وهروب الشياطين. حسن، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، هو كان لي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، كان والدي كتب لي في حياته قطعة أرض لأختي، هي عندها تخلف عقلي فكتب الأرض دي باسمي أنا. كتب قطعة أرض في حياتك لأختك؟ نعم. لا، لكن عملها صوريا باسمك. عملها صوريا باسمي. والسبب إيه؟ إن هي ما عندها تخلف عقلي، وهي إحنا كلنا في كلية طب يعني، وهو هي ما تعلمتش خالص، وأنتم مقابل التعليم. لا بأس بذلك. السؤال بعد كده يعني لو لا قدر الله بعد كده توفيت، هي المفروض تتورث ميراث شرعي على الورثة الموجودين. طبعا. تمام. السؤال الثاني، احنا كنا متفقين في والدي ووالدتي توفوا، فكنا متفقين احنا كلنا ان احنا هنجوز اخواتنا، ليه اخوات صغيرين ما اتجوزوش، فكنا متفقين ان احنا هنسيب الميراث مش هنوزعه لحد ما اخر اختي تتجوز. فاختي الكبيره دلوقتي عايزه جزء من الميراث، هل ليا ادي لها جزء من الميراث ولا من حقها اخواتي الصغيرين؟ لا جوزوش. من حقها، حقها تاخذ ميراثها كاملا، ليست بملزمه. بس هي اتجوزت في واحنا كنا لسه في نظام تزوجت في حياة ابيها. لا، في حياة والدتها، كانت والدي توفى. ايوه. لا، تزوجت في حياة والدتها من تركة من؟ من تركة والدي. من تركة الجميع يعني، من كلكم الجميع. تركة الجميع. لا يخصم، هذه تحتاج الى مجلس ينظر الى نصيبها من ابيها والذي اخذته زائدا عن ميراثها من ابيها، ترده إذا اعترضت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك يا شيخ، لو سمحت، لو الزوج مثلا بيضم أشياء مش صحيحة مثلا في الزوجة وبعد كده بيكتشف إن هي غلط، يعني حاجات في المنزل مش حاجات مش كويسة وكده، أو في الفلوس أو كده، وهي مثلا يعني بتزعل منه، يعني بتزعل منه نفسيا وكده، هل في حرمانية هي لو خصمته؟ لا، يعني يظن ان الزوجة تسرق وبعد ذلك يتبين له او تتبين له امانتها. تصرف يعني، هو ممكن يقول لها ان انت الفلوس دي خدتيها في ايه وكده. على العموم ان وجدت في نفسها شيئا تجاهه نتيجة اتهامه او ظنه السيء بها فلا اسم عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ احمد اليك الله. اسال الله ان يدخلك الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. ولك بمثل. الله يكرمك يا شيخ. بالنسبه يا شيخ للنقاب، هل ياثم اللي مش ملبس زوجته نقاب؟ والله انا اختار الراي القائل بوجوب النقاب، فان سالت عن هذا غيري، اما انا اختار الراي القائل بوجوب تغطيه الوجه. والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا معلش السؤال طويل شويه، بس معلش اسع لي صدرك. اوجزي لو سمحتي. ان شاء الله. احنا سمعنا انه البراز بتاع البهائم بتاعتنا، يعني الدواب بتاعتنا، هي طعام للدواب بتاع الجن، والعظام هي طعام الجن، فينفع ان احنا نستخدمها يعني نحرقها بنشف البراز بتاع الدواب والعظم، وبنشف برضه بنستخدمه في الخبيز والحاجات دي، هل دي جائز؟ جائز. طب والسؤال الثاني يا شيخنا، لو احنا في مسجد وفوق منه شقه بتاع ابن سلفي، ينفع ان احنا نصلي فيها فوق المسجد؟ يعني ينفع نصلي في الشقه دي مع ان احنا بنسمع الامام جدا تحت منا؟ اذا اتخذتم المكان مسجدا لا باس، اذا كان في توصيله. مش مسجد، ده شقة. أيوة، يعني إذا كان في مكان في الشقة
واتخذتموه مسجدا تابعا للمسجد الأصلي لا بأس، توصل له سماعة ليكون معروف أن هذا تابع للمسجد الأصلي لا بأس، كفنادق الحرم مثلا. ده الكلام ده داخل إشارة رمضان فقط، جائز نستخذه كده زي ما انت بتقول شيخ؟ جائز إشارة رمضان جائز إن شاء الله. جزاك الله عنا ألف خير. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل سؤالين؟ ممكن إن شاء الله. شخص أخذ شيء بغير وجه حق في حياته، أما توفى أهله يعملوا إيه؟ يردونه لأصحابه، يردون الشيء لأصحابه. يعني لو الشخص دوت الحق بتاعه مسيحي، يعني شخص سرق اغتصب ومات، أهله إذا أرادوا إنقاذه من البلاء الذي هو فيه ردوا الشيء المغتصب إلى أصحابه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حبيبتي الشيخ؟ أحمد إليك الله أشكره. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمعت عم الشيخ، لو أنا والدي توفى وعايز أحط صورة على الحيط يجوز أم لا؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير شيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فربنا كريم وحق للكريم أن يسمع له ويطاع ويمتثل أمره سبحانه وتعالى، فربكم كريم فاتخذوه وليا واتخذوه نصيرا فهو خير الناصرين، ونعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، اقنطوا في صلواتكم حتى يكشف الله البلاء، فلن يكشف إلا إذا كشفه الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا